كيف سيكون السؤال وأي باب ستختارون؟ نختار إن شاء الله مكتبات ومتاحف. إذن السؤال الثامن سيكون في مكتبات ومتاحف، ولنشاهد أي سؤال سيكون لكم. إذن تقع مكتبة المدبولي في الأردن أم مصر أم الكويت؟ وتذكروا لديكم وسيلة مساعدة وهي استبدال السؤال في حال احتجتم إلى ذلك وتعذر عليكم الوصول إلى الإجابة. الوقت المتبقي 10 ثواني. الاختيار الثاني مصر. إذن مصر، نتمنى أن تكون الإجابة صحيحة وشكرا لكم. كلية حسين الجامعة إجابتكم كانت وافية شافية.